ومنتهى. الشخص اللي يملك العلم له مكانة في المجالس، له مكانة في المجتمع، يقدر يوصل أعلى المناصب بسهولة، بعكس الشخص اللي ما عنده علم تلقى ما له قيمة. الوظيفة اليوم يحصل عليها اللي يملك أكثر شهادات، اللي يملك أكثر علم، ياخذ أكثر راتب، ياخذ منصب أقوى، كله بسبب العلم. خلونا نشوف الجانب الثاني، الناس اللي ما تعلموا كيف هي حياتهم؟ ما ودنا نقول الكل، لكن الأغلب انتشروا ما بين مخدرات، ما بين ضياع، ما بين سجون، لأن العلم يغذي عقل الإنسان ويخليه مدرك تماما ويفرق بين الخطأ وبين الصواب. ليش حسستون أنه بداية الدراسة هي أكبر هم عندنا وأكبر مشكلة، وقاعدين نرعب فيها أطفالنا ونخوفهم، بينما سوريا قاعدين يدفنون أطفالهم بسبب الحرب، أفريقيا قاعدين يدفنون أطفالهم بسبب الجوع. هذه هي الهموم، هذه هي المشاكل، وحنا قاعدين نطنز ونتدقق، أوه مساكين يوم الأحد دراسة. اليوم أكثر الدول ازدهارا في العالم ازدهرت لأنه فيها تعليم قوي، وفي دول كثيرة سقطت لأنه ما عندها تعليم. هل نسمي هذا الشيء فسق في النعمة لأنه التعليم عندنا مجاني من أول ابتدائي إلى الانتهاء من الدراسات العليا؟ بالمقابل لو تقيس هذا الشيء وتسوي مقارنة في الدول الثانية، راح تجد أنك قاعد تدفع عشرات الآلاف بمقابل أنك تعلم ولدك. إحنا الجامعة تدخلها يعطونك مكافأة، بينما في أمريكا الطالب يدخل الجامعة ومبلغ الجامعة يظل دين عليه إذا تخرج وتوظف يسدده، ويقعد أكثر من 10 سنين وهو يسدد مبلغ دراسته بالجامعة. لذلك أحيانا بعض الأمريكان يحرمون نفسهم من السيارات، من الوناسة، لأنه قاعد يدفع قسط عالي جدا لدراسته في الجامعة. أنت دخلت مجانا وتعلمت مجانا، لا، وتاخذ مكافأة شهرية عليها، ومع ذلك قاعد تطنز في الدراسة. المملكة عندنا ودول الخليج تعتبر الحمد لله من الدول القوية في التعليم، وتعتبر أيضا من الدول اللي تدعم أبنائها وشعبها في التعليم. صحيح أنه في دول قد تكون أقوى منا تعليم، ولكنها تأخذ من المواطن مبلغ أكثر وقيمة أعلى. لذلك هذول الشعوب جعلوا للتعليم أهمية وقوة ما استهانوا فيها وقاموا يطقطقون عليها زينا. يا أخي المفروض تكون محضر خير وترسل رسائل إيجابية، ترسل رسائل تدعم الناس، ترسل رسائل تحفز الناس. لا تحاول توصل رسالة أنه الشخص اللي ما يدرس هو الشخص اللي مستانس، لا يا حبيبي. روح شوف الناس اللي ما معاهم شهادات، روح شوف كيف حياتهم وكيف حالهم، روح شوفهم في وظائف بسيطة ومتواضعة. هذول هم الناس اللي ما درسوا، بينما بالمقابل روح شوف الناس اللي درست وتعلمت، روح شوف وين وصلوا. الإمام الشافعي يقول: من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. صحيح الدراسة فيها تعب، ولكن تعب فترة ويعدي. اتعب هالفترة وراح تعيش بنعيم طول حياتك. في عبارة مكتوبة بأحد الجامعات، مكتوب: ألم الدراسة لحظة وينتهي، ولكن إهمالها ألم يستمر مدى الحياة. أتمنى أنك تفتح اليوتيوب وتقعد تتفرج كيف الدول الثانية أو الدول الفقيرة قاعد تعلم أبنائها، بينما حنا أبنائنا يدرسون بأفخم المدارس وبأقوى البنايات وبرفاه ونعيم، مقارنة بدول قاعدين يتعلمون على لوح خشب، قاعدين يتعلمون في البر. أحد المقاطع شفتها لي مدرسة في الهند، هذه المدرسة ما لها أسوار لأنها تحت كوبري، يتعلمون تحت كوبري، ويجون الطلاب بشكل يومي عشان يتعلمون، تعليم جدا بدائي. في أكثر من دولة في شرق آسيا أطفالهم يروحون للمدارس على رجولهم، ولكن في الطريق يواجهون أقوى وأتعب المصاعب، يقطعون طرق جدا وعرة عشان يوصلون لمدارسهم ويتعلمون. آخر شيء أبي أقوله لكم، أتمنى أن التعليم عندنا ما يكون هو محط للسخرية والضحك والتنكيت. المفروض التعليم عندنا يكون سلاح نستقوي فيه، يكون هو الوسيلة اللي احنا نطور فيها بلدنا ونطور فيها أنفسنا. أتمنى أن التعليم يكون من أهم الأشياء الأساسية في حياتنا، واللي يكون فيها أول أهدافنا اللي نسعى